اخوان السلام عليكم. اليوم اخوتي غادي نهضر على ثلاثه ديال المواضيع، يعني الموضوع ما غاديش يكون طويل. اول حاجه غادي نهضر على كيفاش كنتعامل مع الكليان باش حتى شي واحد ما يبقى فيه الحال، لان شي مرات شي بعدين كيبقى فيهم الحال، فغادي نبغي نوضح بعض الامور. وغادي نهضر على السيريالات اللي تبلوكات نهار السبت ونهار الاحد، لان عديد لقيت نهار السبت مجموعه الرسائل من بعض الاخوه في هو القطاع الخدمه ديال الفي اي بي او السيرفر ديال الفوريفر، وكاين بعض الاخوه وقفوا لهم السيرفرات ديال الفي اي بي على الفانكا بزاف ديال الرسائل باش نقول. المهم انا تقريبا الرسائل اللي وصلوني تقريبا ما بين 8 حتى 9 الرسائل في ظرف يومين. وصلني واحد وصلني يمكن ثلاثه نهار السبت ونهار الثلاث، فاغلب الرسائل فكانت عباره عن توقيف الخدمه ديال الفي اي بي، او كتجيك رساله. كاين البعض مازال ما وقفوا لهمش ولكن جاتو رساله. غادي نهضر على هذا الموضوع، غادي نوريك كيفاش انك تتفادى هذا الموضوع. الموضوع الثالث وهو كاين اجهزه جديده داخل المغرب. تقريبا نقدر نقول لكم 90% 90% ان شاء الله الى كتب، فكاين اجهزه داخله ان شاء الله المغرب. وبطبيعة الحال حتى الشركات اللي عندنا هنا في المغرب فحاطة تقريبا أجهزة جديدة إن شاء الله بمعالجات جداد. وبطبيعة الحال نفس السيرفر اللي كتعرفوا فالسيرفر ديال الفوريفر هو اللي شاد السوق دابا، غير نتمنوا أن الأجهزة الأخرى المنافسة تدخل، فهذا في صالح بطبيعة الحال الزبون المغربي. نبدا بالموضوع الاول باش نسربي دغيا هذا الموضوع، هذا هو كيفاش كنتواصل مع الكليان. فخوتي انا الايامات العاديه يعني نقدر نقول لكم من الاثنين حتى الخميس، الا ما كانش عندي شي سفاريه نجيب شي سلعه او هذا، فكنكون من 11 يعني فوقتاش كنتكونيكطا في الواتساب باش بنادم ما يبقاش فيه الحال. مثلا بحال هذا مثلا غادي نصيفطو لواحد الصديق في طنجه، غادي نصيفطو لواحد الصديق فكنوض بكري فكنمشي كنصيفط السلعه ديالي كنرجع للمحل، كنتكونيكطا من 11 حتى 3 د النهار. حتى الكليان هنا في عين توجطات راه ما كيلقانيش من 3 ل 6 ما كنكونش في المحل، كنمشي نرتاح عاوتاني باش نشد الليل. كنبدا عاوتاني الخدمه هنا في المحل من 6 ونص او 6 حتى الجوج ديال الليل. فوقتاش كنتكونيكطا مع الناس ديال الواتساب راه كنبدا شي مرات الخدمه معاهم من 8 حتى ل 12 د الليل. 12 د الليل كنوقف الميساجات ما عدا الا شي واحد كان في امريكا او في كندا، لان كاين كليان تما كيصيفط لي وهذا كنكمل معاه، او شي بعدين كيحتاجوني في داك الوقيته كاين الناس ديال الليل فكنكمل معاه المحادثات. دونك بنادم باش ما يبقاش فيه الحال او يقول ما كيجاوبنيش او هذا، جميع الميساجات ديال الواتساب كنجاوب عليهم، جميع الواتساب كنجاوب عليهم. بعض الاخوه كيعاتبوني على المكالمات ديال الهاتف كيقول لك علاش ما كتجاوبش. خوتي كنت كنجاوب في الاول ولقيت مشكل، علاش؟ بنادم كيتصل بك كيقبضك 40 دقيقة، بنادم كيقبضك 30 دقيقة، كاين بنادم كيقبضك 20 دقيقة. دونك ثلاثة بحال هاد الناس، يعني مثلا لنفترض جيت مع 11 واتصل بيا شي واحد مثلا وجلست معاه 20 دقيقة، والاخر جلست موراه 40 دقيقة، والاخر جلست موراه 20 دقيقة، يعني وكيما كتشوفوا الوقت دغيا كيجري. فالناس ديال الواتساب غنسمح فيهم، دونك ما غاديش ندير التجارة في الواتساب، وانا اغلب الواتساب ديالي كندير التجاره بلا الناس اللي كتسول اللي كتستفسر، راه كنعطيهم الوقت وعندكم الدليل، الناس غيكومونطيو وغتقراو لي كومونتير، يعني ماشي كنتفخم على الله او كنبان عليك او هذا راه بكل تواضع كنقول لك بان الناس كنجاوب اي واحد كما كان، اي واحد كنجاوبو ما عدا المشاكل المستعصيه واللي خصها يعني خص تكون حاضر في عين المكان. كاين مشاكل خصك تكون في عين المكان، يعني تكون في البلاصه فين كاين المشكل، اما بارو مثلا في الواتساب او في الفيسبوك او في اليوتيوب كيقول لك الخدمه 24 على 24 وسات جور على سات جور، راه كاذب من يقول هذه الهضره هذه، راه اكبر كذاب هو اللي كيقولها. اخويا انا ما كنكونش ديسبونيبل 24 على 24 وما كنكونش ديسبونيبل 7/7، الخدمه خصها تكون 24/24. اخويا انا كنمشي على داكشي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كنمشي على حسب طاقتي. وكنت مريض شدني داك المرض سيمانه، راه المرض راه كيجي، راه مثلا بحال العام اللي فات اقسم لكم يمينا الا السخانه كدقدق فيا وانا قابط البورطاب غير باش بنادم ما يبقاش فيه الحال، او يكون شي واحد صيفط لي الفلوس ويمشي يتقلق ولا هادو المسائل، وكنقبط البورطاب وكنجاوب. السخانه كدقدق فيك، او مثلا شي مرات
كتبغي مثلا دير شي سفريه تسافر يومين، ما مثلا بحال هاد الصيف انا ما سافرتش، بقيت غير في المعهد، ما سافرتش هاد الصيف، ما شفتش الدنيا كي دايره، بقيت غير وانا انا ماشي بنادم ما منحقيش، وبنادم كيبقى فيه الحال، وهذاك خينا اتصلت به وما جاوبنيش، وهذاك خينا كيتكبر، اخويا ما كنتكبروا، انا ولد الشعب وتربيت في منطقه فقيره، وكما قال واحد السيد نتاع عروبي انا عروبي عروبي، وتربيت مع الفقراء وتربيت مع المساكن، ولحد الان مازال ساكن مع المساكن، وداك الشيء اللي كان جيبو في النهار كنمشي كناكلو، ما عندي دار، ما عندي طوموبيل، ما عندي كونت في البنكة، بخير عايش نهار يدي المول الامانه امانته، غنمشي ديريكت للقبر ديالي كما تخرقت في النهار الاول، جيت نيل غادي نمشي نيل، باش نكونوا واقعيين، باش ما يبقاش يقول لك هذا خوتي. انا كنكون ديسبولي هنا من 11 حتى ل3 ديال العشيه، 3 ديال العشيه كنمشي كنتغدى وكنرتاح، 6 كنوض او 6 ونص عاوتاني مع داك جويه، من 8 حتى ل 12 كنبدا الخدمه ديالي، 12 د الليل ما عدا الا كان شي واحد محتاجني ايرجون هذو المسائل كنجاوب، اما المكالمات اخوتي حضروني ما كنقدرش انني نبقى قاب التليفون ديالي، راه شي مرات الدراع وكيعيالي، دونك ما كنجاوبش على المكالمات، كنتعامل في واتساب، لقيت شي وقيته كنجاوب على الناس الفيسبوك، كندخل التليجرام وكنقرا لي كومونتير ديال اليوتيوب الا كان شي واحد بغى شي جديد. هذا موضوع جبناه جانبا. الناس ديال السيريالات واللي اتصلوا بيا نهار السبت ونهار الاحد، خوتي السير ديالك راه قلت لكم داك النهار، ما تخليش الجهاز ديالك في قناه وحده اكثر من 5 السوايع، مثلا شديت البين بين جوج، مثلا انا كنستعمل في اي بي، شديت البين بين جوج، راكم عارفين البين بين جوج، شديتها ما نفوتش فيها 5 السوايع، او رجل الجهاز ديالي يدير داك سليب، راه سميتها مكتوبه سليب، الرجله على 4 السوايع، راه الحد ديالها هو 4 السوايع، الرجله على 4 السوايع، 4 السوايع غادي يرو ديماري الريسيبتور او يطفى، انت تخلصتي من هذا المشكل. هاد المواضيع بغيتوها راه غادي نشرحها، راه بعدا شرحتها في ستارسات، دابا نحط على ستارسات 200 كيفاش انك دير سليب للجهاز ديالك، وكذلك غادي نشرحها على الاتومو، ونشرحها على مجموعه الاجهزه ان شاء الله الا خلاتنا يوتيوب. دونك ما تخليش الجهاز ديالك على قناه وحده من بين هاد القنوات اللي غادي نذكر، البين بين، سكايات ديال ايطاليا، سكايات ديال المانيا، وكذلك الاوزاد ان راكم كتعرفوها، القنوات البقر الحمراء، هاد القنوات هادو ما تخليش عليها اكثر من 4 السوايع 5 السوايع، راه الا خليتي اكثر من 5 السوايع كيدي ديك تاع عندهم. هذا جانبا، كذلك الابولو، كنتي قابط الابولو ما تحاولش تخلي على اي قناه في الابولو اكثر من 5 السوايع، راه هاد القضيه كيغفل عليها بزاف د الحوايج، شحال من واحد كيتحبط له غير في اي بي او السيرفرات الاخرين، راه حتى الابولو كتخلي اكثر من 5 السوايع كيوقع لك هاد المشكل هذا. نزيدك، عمرتي عند شي واحد قول له اخويا عمرتي عند شي واحد وبغى يستدل او بغى يوثق بالتعميره ديالك او بالشحن ديالك عند الناس الاخرين، قول له اخويا ما تنشرش السيريال ديالي، الله يرحم الوالدين ما تنشرش داك الشيء، بقى بيني وبينك، شكرا ثقت فيك، عمرتي لي، الله يجازيك بالخير، هذيك راه خدمتك، تا الشكر ما تشكروش، علاش؟ لانك عطيتيه فلوس كما انا الناس غيعطيني فلوس وغادي نعمر له ما يشكرنيش، لان خدمتي هذيك، شنو راه بالسيف عليا خصني نعمرك، راك عطيني فلوس ما عطينيش حجر، ولكن النهار فاش كيقطعوا هذا هذاك ماشي شغلي، هذيك كتبقى مسؤوليه ديال الكوسات، الكوسات هو اللي مسؤول على داك الانقطاع او الانقطاع ديال البث. دونك ما تحطش السيريال ديالك في جروبات فيسبوك او واتساب او تيليجرام او يوتيوب، ما تخلي حتى شي واحد ينشر لك السيريال، لان علاش؟ كاين بعض البرقاقه الله يهديهم الله كيشد السيريال ديالك واخا انت ما داير حتى شي لعبه، كيشد ويصيفط للميتامانغو، الميتامانغو دابا متاح للجميع، كتكتب رساله كتقول لهم هذا السيريال هذا راه كيدير اعاده البث، هما ما كيعرفوا لا اعاده البث لا كيشد السيريال ديالك باق وكيبلوكي، كيحطو ويبلوكي لك واكلاس انت او يصيفط لك رساله، هذا الا هداهم الله، هداهم الله كيصيفط لك رساله تحذيريه كيقول لك السي محمد راه كتستعمل السيرفر ديالنا، واخا هما تا هما شفاره وسراقه كتستعمل السيرفر ديالنا في اعاده البث وكيشدو كيبلوك. دونك ما تعطي حتى شي واحد السيرفر، وما تخلي الابولو القناه ما تخليهاش في الابولو اكثر من 5 السوايع، كذلك القنوات اللي كتستعملهم من الفي اي بي او من الاس بي 1 ما تخليهمش اكثر من 5 السوايع، وحاول تريكل الجهاز ديالك على التوقيت ديال 5 السوايع انه يطفى. صافي خوتي، يعني باش نكونوا الناس انا بالتجربه ديالي بحكم الناس كتبغي الكدو، هذا كنهضر على البيع والشراء، فاش كتبغي تبيع شي جهاز كيجي بنادم اغلبيه انا لقيت فيهم كيبغيو الكذوب وكيبغيو داك
شنو هي، كاين ناس معقوله، كاين ناس كتقول لها كيقول لك انا نتحمل مسؤوليتي غير صيفط لي، لا في الاي بي ولا في الفي اي بي ولا في السيرفرات الاخرى ولا حتى في الاجهزه. كتقول له اخويا هذا جهاز راه غير جهاز قرصانه، لا من ناحيه ديال الشرينك ولا من ناحيه ديال الاي بي، خويا راه يقدر يقطع لك في اي وقت، واش تديه؟ كيقول لك اه مرحبا انا نتحمل المسؤوليه. ناس اخرى ولا كتقول لك اخويا خصك تضمن لي، باش غنضمن لك؟ شكون انا باش نضمن لك؟ انا راه بحالي بحالك، انا بياع وشراء. اه كاين تواصلات مع التقنيين الشركات ومع الشركات، ولكن لا ضمان، باش نكونوا واقعيين. والحمد لله الناس سياو الشرينكس انه كيكون تقطعات واحد 6 ايام في السنه، واحد سيمانه في كاع في العام يعني متقطعه، مثلا كيقطع لك في شهر واحد، كيقطع لك مثلا في شهر 9، كيقطع لك مثلا في شهر 10، في شهر 3، في شهر 6 كيقطع لك. عندك مثلا 9 ايام او 10 ايام من السنه ديرها ناقص لذاك السيرفر، سواء الاي بي او الفي اي بي. اما باش بنادم يجي يقول لك راني ضامن لك السيرفر او ضامن لك الفي اي بي، عرفوك كذاب، كونوا نجيوها من الاخر. ولا بنادم يقول لك نضمن لك ولا هذا، عرفوك كذاب. والناس كتبغي هاد القضيه هادي. انا واحد السيد فاش جاوبته بالمعقول هذا بقى فيه الحال، وحسيت بقى فيه الحال. قال لي اخويا واش كاين شي ضمان؟ قلت له ما كاينش ضمان اصاحبي. قال له، قلت له اللي ضمن لك راه كذاب، صافي طف ما كملش معايا. هنا في بنان باش ما كيكملش معاك، عرفو كيبغي الزواق وكيبغي الكذوب وكيبغي التفريشه، ونصابش كيدير لك كيفرش لك. انا ما كنهضرش على كلشي، نهضر على البعض، انا ما كنهضرش على كلشي. كاين ناس معقوله كيهضر معاك بهاد اللغه اللي كنهضر معاك، كاين ناس معقوله، ولكن نصاب اللي كيبغي يبيع او خطينا بيعه وشرايا عندهم التبحليس وعندهم الزواق في الهضره، كيفرش لك مزيان ويبيع لك. نهار كتحتاجو لهذا المسائل ما كتبقاش داك التقنيه ديال راني ديسپونيبل 24/24 او ديسپونيبل 7/7. انا بعنا شخصيا انا كنتكلم على نفسي، ماشي شغلي في البيع او شغلي الاخرين، انا ماشي ديسپونيبل 24/24 وماشي ديسپونيبل 7/7. لقى الميساج ديالك في الواتساب راه نجاوبك، لقيت شي انقطاعات او هذا نصيفط لك الميساج للسيبور تكنيك، يعني نتعاون معاك في هذه القضيه. كانت امور خارج الاراده ديالي راه ما نقدرش نديرها. اللي بغى يتعامل معايا مرحبا، الراس والعين، اللي ما عجبتوش هضرتي ما يبقاش يتعامل معايا. ماشي كنجري على اي واحد، ولكن كنهضر فلالو. صافي خوتي هادشي اللي كاين بالنسبه للاجهزه الجديده. خوتي كاينه اجهزه جديده، ما غاديش نحرق المراحل، ولكن كونوا متوقعين كاين اجهزه جديده ان شاء الله، وكاين مفاجاه جديده. بالنسبه للناس اللي كتسول على التيمات ديال ستارسات، راه بدات هذا الاسبوع، بدات بالاجهزه ديال جي اكس 6605 اس، راه بدات التيمات كتغير ان شاء الله مستقبلا، راه غادي كاين الناس كتخدم، غيوقع تغييرات على التيمات ديال جي اكس 6621، جي اكس 6605 اش، جي اكس 6628، وعلى التيمات ديال ال ال اي. بالنسبه للنشرات ديال الاندرويد، انا صيفطت رساله ما نعرف ما تجاوباتليش على النشرات ديال ستارسات اكس 2 اكس 4 اكس 7، كيقول لك هذاك اللانشر هو اللي غادي يبقى، والله اعلم. المشاكل ديال الاجهزه ديال الاندرويد كتطلب بعض الوقت وهذا، ولكن بحال مثلا اخر ميساج ديال الباور فدغيا تعالج. خوتي هذا هو الميساج ديالي، هضرت على خمسه تقريبا او اربعه ديال المواضيع، نتمنى اني ما كنتش كنت ثقيل على القلب، والصراحه رغم المراره ديالها ما كتبغيش تدوز في الحلق، ولكن صبروا، راه هذا ما كان صبروا للصراحه ديالي. تبارك الله عليكم.